في نعم كتيرة جدا في حياتنا ربنا بيديها لنا كده من غير ما نعمل أي مجهود، زي الصحة والرزق والنجاح والأسرة وحاجات تانية كتيرة، بس في نعمة يمكن مش بنركز فيها ولا حتى وإحنا يعني بندعي نفتكر إن نقول لربنا حافظ لنا عليها يا رب، وهي نعمة الصداقة. أيوة الصداقة رزق ونعمة وهدية من ربنا. لو عندك في حياتك أصدقاء مخلصين وأمناء في النصيحة ليك، اتأكد إن دي نعمة مهمة جدا ورزق كبير من ربنا مش موجود عند ناس كتير. النهاردة في فقرة فوق الستين هنتكلم عن ونس وحب الأصحاب وقد إيه بيفرقوا في صحتنا النفسية وفي معنوياتنا. اوعوا تفتكروا إنكم لما بتكبروا مش هتحتاجوا للأصحاب، لأن الحقيقة هتحتاجوا ليهم أكتر وأكتر. دول بيكونوا الونس والصحبة الحلوة والقعدة الجميلة. في السن دي يعني هنحتاج إن إحنا نخرج شوية، الأولاد بقى بيبقوا مشغولين بأولادهم وقضاياهم وحياتهم وكل حاجة. محتاجين إن إحنا نخرج ونشوف الدنيا شوية. بعد سنين طويلة كانت الزحمة في حياتنا يعني خدتنا تماما لحته تانية، وليه لا نتعلم برضو حاجه جديده ونكون صداقات جديده. في الحقيقه في نماذج كتير لستات شطره قدرت انها تعمل كده، تعمل انها ليها فيه بقى عندها شبه مجتمع صغير هي عايشه معاه. النهارده هيكون معانا نموذج ايجابي نتعلم منها كلنا ازاي نعيش حياه ما بعد الستين. منورانا الدكتورة نادية جدار، وعن جدارة إن شاء الله تقول لنا كل اللي إحنا ممكن يفيدنا. هل حقيقة يعني أهلا بك. إيه؟ الحياة تبدأ ما بعد الستين يا ولد. دي بتجنني بس هي بتجاملني. ده جاسمين بتجاملني. لا لا هو فعلا روحي الياسمين حبيبتي. بصي هقول لك حاجة، يعني ده أنا بعتقد إن في رؤيتين. في بيقول لك إن الناس لما شيء بقى بتبقى فوق الستين أو فوق السبعين بتبقاش محتاجة قوي لحياة اجتماعية أو لأصدقاء يبقوا بتاع أو خروج أو دخول، إن حياتها بتهدى قوي. في ناس بتقول لك لا بالعكس، ده بعد كده ممكن الأصحاب يزيدوا، ممكن تعيش لحياتها ما يبقاش بس ولادها وأحفادها وويلة. قولي لنا أنت من أي اتجاه يا أستاذ؟ أنا الحقيقة الاتجاه التاني. التاني؟ التاني. يعني أنا ليا يعني تجربة بعد وفاة زوجي، يعني كانت حياتي مزدحمة بالشغل، عارف حضرتك، يعني صيدلية وبعدين شركة أدوية، وبعدين مرة واحدة لقيت إن الحمد لله الحمد لله هو رزق فعلا. عارفة دراسة الصيدلة صعبة، فإحنا كنا في الكلية في جروبات كده، في صديقة يعني جات لها فكره ان هي تجمعنا كدفعه. فابتدينا احنا بقى نجمع بعضينا، لان وصلنا يعني الجروب ده بقى له 8 سنين مثلا. اتجمعنا كلنا وبقينا دلوقتي بننظم حاجات جميله جدا. بننظم مثلا كل شهر لازم خروجه تاني سبت من كل شهر، ابتدينا نعمل. هي دي المجموعه اللي حضرتك بتشير اليها؟ دي الصور اللي معانا؟ لا ده دي جروب جولدن ييرز، دي حاجه تانية. لا هي دي الجولدن ييرز، ده جروب تاني انا دخل يعني من خلال زميله في الصيدله دخلتني جروب جولدن ييرز. من 60 بقى، وفي بقى 70 و80، وفي لهم انشطه. لا ده بقى راس البر، اصدقاء الطفوله من وانا يعني انا اصلا من دمياط، ف دول اصدقائي بروح لهم راس البر. يعني عارفه حضرتك. فده مثلا لقاء دفعه امبارح، كنا عاملين عيد ميلاد لدكتور جورج زميلنا. ده دفعه صيدله 82. دفعه صيدله 82. في بنات صاحباتي ما بيحبوش نقول 82 دي، تقول احنا ما نعرفكيش، احنا عايزين يبقوا صغيرين. لا كل سن ولو جماله فعلا فعلا. ففعلا الاصحاب والجروبات وكده دول برضو صيدله 82. يعني ولكن المرحله دي في حياه حضرتك جت بعد ما حضرتك يعني بعد ما زوج حضرتك توفى الف رحمه نور عليه، وبقى عندك وقت اكتر.
بقى عند يعني انا يعني بعد زوجي ما توفى كان عندي صيدليه خاصه وبعتها وبعدين جالي شغل فجاه في شركه ادويه قعدت فيها 4 سنين يعني سبت شركه الادويه وانا مثلا 62 سنه انا دلوقتي 64 سنه مش باين ما يبانش خالص على ما شاء الله ما شاء الله كنت هقول انت مالك انت ومال الكلام ده كله ده انت مش انت المقصوده بحكايه ما بعد الستين لا هي الفكره ان يعني ان انت يعني عارفه لما بيكون عندك زوج وزوجي الله يرحمه كان برضو منصبه كان عميد صيدله عين شمس الله يرحمه فكان عارفه شغله يعني وهو شخصيته اضاف ليا الجديه بقى في الشغل وحياه مختلفه تماما عندي ثلاث يعني عندي ثلاثه عندي ثلاثه من الاولاد ما شاء الله ف الفكره ان انا كانت حياتي كلها شغل وهو وراه مؤتمرات وبيسافر مره واحده لقيت نفسي يعني هو ترتيب ربنا طبعا جالي شغل وبعدين صداقاتي مع الكليه والولاد كبروا وكل واحد يعني بس في لسه يعني الحمد لله لسه معايا بنوته يعني معايا لسه صغير. لسه شابه صغيره فالاصحاب بنشد بعض دلوقتي يعني بنشد بعض انا عايزه اقف بقى عند الكلمه دي لان الحقيقه قبل ما واحنا بنستعد استاذه سناء وانا كنا بنتكلم عن فكره الصداقات والمعارف والفرق ما بين الاثنين ولقينا ان احنا بننجذب بشكل خاص الصداقات القديمة هي وقت المدرسة وقت الجامعة هي دي بالرغم من بعد السنوات ولكن تلاقينا أول ما نشوف بعض كأننا لسه كنا مع بعض امبارح وهي دي فعلاً. الحضن الدافي فعلاً. والأمان فعلاً والله فعلاً يعني أنا بقول لحضرتك كان عندي لقاء دفعة امبارح إحنا بنتكلم مع بعض كأننا في سكشن في الكلية تفتكروا بقى ذكريات بقى وانت أخبارك وبعدين تحسي برضو في سند الحمد لله الجروب ناس محترمة جدا ومراكز مرموقة جدا فلا الأصحاب مهمين جدا في المرحلة العمرية دي فعلا يعني هل ممكن فعلا تبتدي صداقات بعد سن الستين تبتدي صداقات جديدة ولا بتبقى نوع من المعارف الحميمية شوي والله يعني مش هتبقى جديدة قوي يعني لكن مثلا لو عارفة بيبقى في روحانيات كده وفي تحس اني انا مرتاحه للانسان ده مرتاحه للجاره دي فتلاقينا نبتدي يعني لو الظروف متقاربه هيبتدوا من علاقات بالظبط كده يعني انا مثلا السنه اللي فاتت يعني بعد وفاه زوجي يعني ما سافرتش اسكندريه خالص فضلت قاعده مش عايزه اروح المكان لما رحت السنه اللي فاتت اكتشفت جيران وجيران عايزه اقول لك فوق السبعين وفوق الثمانين وبقى لينا لقاء كل يوم واخده بال حضرتك وبتعامل معاهم كانهم يعني كانها والدتي وانا وهي دي مسؤوله طنط عفاف نادت عليا من انا طالعه لا يعني عارفه يعني بيقول لك معرفه الناس كنوز صحيح وبيبقى رزق من ربنا ان انت تلاقي الناس حلوه وجميله حواليك ده فرق مع حضرتك ومع نوعيه وجوده حياتك ازاي؟ يعني الحمد لله يعني من ناحيه مثلا دلوقتي انا مش بشتغل فالجروبات بقى دي متنوعه يعني في مثلا زمايل في دراسه مثلا في المدرسه في الجامعه دخلت جروبات تانية كمان اللي هي مثلا بلدنا الحلوه دي بطلع رحلات انا عايشه هنا في مصر مثلا داخله على حاجه و40 سنه اهو تتعرفي على اماكن معرفهاش ما رحتيهاش قبل كده بالظبط كده الجروبات دي بتودي يعني بحاول ان انا يعني اطلع معاهم بتبقى رحلات نسائيه جميله جدا في جروب تاني مثلا ملوك السعاده يعني بس انت عرفتي تنوعي حاجات كتيره قوي برافو ده بس انت بطبيعتك بقى اجتماعيه جدا لان ونشيطه كمان ايوه انا من شغلي في الصيدليه يعني عارفه بيدخل لك فئات كان يعني كان لينا استاذه الله يرحمها دكتور سيادات دي كانت اول محاضره لينا في علم الصيدلانيات كانت لما اول ما دخلت لنا قالت لنا انت في صيدليتك انت لازم تعامل الغفير والوزير فالكلمه دي ما انساهاش خالص ما شاء الله يعني شغلي في الصيدليه يعني وهي طبيعه شخصيه برضو طبعا اجتماع ان انت تكوني تتكلمي مع ده وتتكلمي مع ده صح تبقى حاجه لطيفه يعني طب ايه رايك كده ننزل الشارع ونشوف اراء الناس في الشارع كانت ايه عن
أهمية الصداقة في حياتنا وإزاي بتأثر في جودة حياتنا. في مقولة مهمة جدا بنسمعها وهي من لا يملك صديق لا يملك حياة. قد ايه الصداقة بتبقى مهمة في حياتنا جدا، وبتختلف مع العمر، يعني كل فترة صداقتنا او شكل الصداقة او مفهوم الصداقة بالنسبة لنا بيختلف. تعالي نشوف الناس رأيها ايه في مفهوم الصداقة كبار السن. الصداقة هي روح وجسد، الجسد فاني والروح اللي هو الصديق الاخر او الاخ الاخر جواك لاخر الدنيا. الصديق بالنسبة لي يعني يعتبر بفضفض له اسراري، اذا كان عندي مشاكل بستشيره فيها، بشاركه بيشاركني في مشاكلي، بشاركه في مشاكله، يعني باخد رأيه في مشاكل بتقابلني، بياخد رأيي في مشاكل بتقابله، بتستمر العلاقة على كده. دي حاجة حلوة ان انت الصديق ده يعني حتى لو حصل منه ايه حاجة انت برضك مستمر معاه ومتواصل معاه، مش مثلا حصل حاجة تبقى تبعد عنه او ما تكلموش او انا زعلان منه او متضايق منه خلاص مش هعرفه تاني. لا، هي دي الصداقة، ان انت تستمر حتى لو شفت منه حاجة ممكن تنصحه بيها، وفي نفس الوقت الصداقة تستمر والعلاقة تستمر والاخوة تستمر. احنا دايما بنبقى كلنا فكرنا مع بعض، دايما بنفكر ان احنا ازاي نتقابل، ازاي نقعد مع بعض، هنقضي وقتنا مع بعض ازاي، لان بيجمعنا حب كبير قوي قوي والله. يعني احنا انا عمري ما حبيت حد قد ما حبيت صحبتي ديت. مها بقى لنا 30 سنه احنا اصحاب قوي، بنخش بيوت بعض، بنسافر مع بعض، بنفضفض مع بعض حاجات ما فيش واحده فينا بتقولها لحد من قرايبها ولا اخواتها ولا جوزها حتى كمان. عارف لما تحس ليك صديق كده حنين، لو انت متضايق لما تكلمك تحس ان كده ارتحت نفسيا، عايز تحط راسك كده على دماغه كده او على صدره كده، هو تحس براحه نفسيا. عارف هي مش ام لكن هي كل حاجه. عشر 23 سنه صداقه، وصلنا لمرحله ان ما فيش مصالح خالص، دخلنا صداقه كمان وصلت للاسريه. في الوحشه قبل الحلوه مع بعض، فهي دي تبقى الميزه بتاعت الصداقه. يعني حتى هو متضايق اول تليفون لازم يكلم، يعني لو متضايق اي تليفون نكلمه نكلم بعض. يعني اختي يعني صديقتي اكنها اختي، ويمكن اقرب مني لان انا ممكن اختي ما اشوفهاش كتير، لكن صديقتي ممكن اشوفها اكتر من ما اشوف اختي. الحمد لله، يعني ربنا يديمها علينا ويحفظها. بصي، جزء لا يتجزأ من حياتنا يا استاذه سناء. بصي انا عندي بس وجهه نظر هنا، هو انه الناس بعد سن 60 يعني دول من الجيل القديم، والجيل القديم كانت يعني بتشكله روابط مختلفه تماما عن الجيل الجديد. يعني مش بالضروره ان الحقيقه المطلقه ايوه انا اقدر اعمل صداقات بعد سن 60 وانا بروح كذا وكذا وكذا. احتمال كبير جدا ان الجيل الجديد ما يبقاش نفس الأحاسيس، لأنه جيل مختلف تماماً عننا، وده مش حاجة وحشة. يعني أنا مش لما بقول جيل مختلف، مفروض إن الجيل القديم إن هو اللي يعمل التنازلات أكتر، لأنه العصر نفسه بيتغير والمطالب بتتغير والأحاسيس بتتغير، فلازم الكبير اللي عاش عصر انتهى وشكله كله اختفى، لازم هو اللي يعمل تنازل عشان يلحق بالجيل الجديد ويبقى في علاقة ود ما بينه وبين الجيل اللي بتاع. أنا مش عارفة ليه يا دكتورة نادية، أنا بيجيلي إحساس إنه الناس كل ما بتكبر كل ما احتياجها لصداقات حقيقية في حياتها بينكمش. مش بقول إنها بقى عايشة لوحدها أو عايش لوحده، لكن بيبقى اتنين تلاتة هم دول الملجأ والملاذ واللي 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 ده بيبقى الأصدقاء الحقيقيين. الحقيقيين بقى مش الحقيقيين. المعارف واللي في كلمة عندنا كنا بنستعملها زمان مش موجودة خالص في القاموس بتاعنا زمان، اسمها الألاضيش. سمعت على الكلمة دي؟ لا، كلمة دي. لا، كلمة الألاضيش احنا نعرفها. يعني اهو ناس في الايه الحنبقة زي ما او ناس في المجتمع، اهو ناس بتشوفيهم مرة، انما الصداقة الحقيقية
من العملات النادرة اللي وتقولي عليها دي حقيقية لأنها مستمرة معاكي فترة طويلة. إنما كل الجديد دلوقتي في شوية سطحية أكثر، ما فيش شوية يعني مش مع حضرتك قلتي في الأول رزق. بالظبط رزق. وبعدين أنا يعني ليه نسميها تنازلات؟ مش لازم تنازلات، ما ممكن اكتساب مهارات. أو يعني أنا ممكن يعني صديقة أصغر مني سناً أنا بحبها، أنا بحبها ومثلاً في حاجات هي مثلاً مش عجباني فيها، أنا ممكن أقول لها بطريقة ظريفة وهي هي كمان هي كمان هتقول لي. أنا ليا يعني أنا ليا يعني صديقات ما شاء الله يعني في سن أولادي، في سن أولادي لكن بيستشيروني في حياة ماماتهم. طب نعمل معاهم ايه يا طنط؟ طب ايه اللي هيساعدهم يا طنط؟ قولي لي. انت عارف حياتك يا دكتوره ناديه، الاصدقاء يقول لك ايه؟ الاصدقاء دول كانهم الاسره اللي انت اخترتيها. صح. يعني اسرتك انت مالكيش يد ان انت تختاريها، تعرفيش مين عمتك ولا خالتك ولا مامتك ولكن اصحابك انت اللي بتختاريهم. أيوة. وبيصبحوا مع الوقت اسرتك الصغيره برضه. مظبوط. بس احنا هنعرف التفاصيل دي اكتر ونناقش الموضوع بتاع جيسي ده بعد ما نرفع اذان العصر. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. وقبل الفاصل كنا بنتكلم على اهميه الصداقه في حياتنا، ومش اي صداقه على فكره، الصداقه اللي احنا نثق فيها، الصداقه اللي احنا نحس معاها بالامان، الصداقه اللي احنا بنختارها وبتفضل معانا سنوات وسنوات، وبتكون دايما الحضن الدافي او الملجا اللي احنا بنروح له في اي وقت، مش بس واحنا فرحانين، لا كمان على فكره واحنا مكسورين واحنا حزنانين واحنا محبطين، ان هم اللي بيساعدونا ان احنا نخرج من الوعكه اللي احنا فيها دي ونشوف ان بكره في امل وان لسه الدنيا حلوه بفضلهم وبجودهم معانا. كنت بقول لحضرتك قبل ما نطلع على الفاصل ان الاصدقاء دول هم الاسره اللي احنا بنختارها. فعلا فعلا. وبعدين حضرتك مثلا احنا في الاول كان مثلا انا بتكلم على مثلا دفعه صيدله، احنا كنا بنبقى زمايل، دلوقتي احنا الشخصيات المتماثله قربوا من بعض قوي قوي قوي، بقينا يعني نكات كل يوم مع بعض. يعني طبعا دلوقتي وسائل التواصل يعني سهل، فانت دلوقتي انت عندك ثروه من الصديقات حواليكي، و انا عندي حاجات سمات معينه في شخصيتي موجوده عند فلانه واخده بال حضرتك، فبنتجمع بقى. الزميله الحبوبه اللي دخلتني في اللي هو الجروب ده رائع جدا، جولدن ييرز. جولدن ييرز، جولدن ييرز، السنوات الذهبيه. السنوات الذهبيه الذهبيه. عارف حضرتك يعني ليهم نشاطات رائعه. حضرت ليهم يعني انا معاهم مثلا بقالي سنه، عملوا رالي في الميريلاند، وبيجيبوا مثلا هاني شنوده يعزف، وتشوفي بقى الناس الكبيره وهي داخله واولادها جاي اللي جاي على كرسي اللي بالعكاز بتاعه، تحفه. وفي مثلا جروب تاني كورال، وجابوا مايسترو، بحيث ان انت عايزه يعني تغني حاجات قديمه، ويشرح لك يعني ايه طقطوق او يعني ايه، يعني عارفه هو ترفيهي ثقافي ثقافي. رائع. في حاجات جميله جدا. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال بقى، في المرحلة العمرية الجميلة دي واحنا صغيرين بنبقى كده لسه عندنا القدرة ان احنا نناغش صحابنا ونتخانق ونتقمص وناخد جنب. أيوة. وبعدين أيوة. نرجع نتصالح ونحضن. أيوة. بعض. أيوة. ونبوس بعض. في المرحلة دي لسه عندكم ده ولا خلاص بقى احنا عايزين نتقبل بعضنا؟ يعني زي انا دايما التمس لاخيك 70 عذرا. يعني انا بحط نفسي مكان متنرفز شوية، اكيد في حاجة منرفزاه، يهدى وبعدين هنتكلم. يعني عارفه حضرتك لا طبعا اكيد ما فيش بقى العصبيه واللي هي في الشباب والكلام ده، لا اكيد طبعا. يعني فعلا الشخصيه نفسها هي نفسها بتتغير بمرور الوقت. اكيد طبعا. اكيد اكيد. بتثقل زي ما بيقولوا. طب هل فعلا بعد سن الستين وكده هو هل البني ادم بيبقى اكتر حساسيه يعني قبل الستين وفي الثلاثينات والاربعينات والعشرينات والكلام ده كله بتبقي عندك احكام
مسبقة على الناس أو أحكام مطلقة، لا دي ده وحشة، لا دي بتتكلم على الناس، لا دي هل بعد الستين بيبقى بالعكس أنت حساسة قوي لحاجات تحصل لك وفي نفس الوقت ما بتحكميش قوي على الناس؟ بيحصل والحساسية درجة الحساسية للأمور يعني تعيطي. أيوة يعني عارفة حضرتك، يعني في حاجة مثلا ممكن كانت بنتي بتعملها وانا مثلا كان عندي 40 سنة غير لما تعملها دلوقتي. بتختلف ها؟ نفس العمل نفس الحاجة يعني. يعني مثلا بيتكلموا مع بعض، ابتدوا يتكلموا مع بعض، بنتي مسافرة برة فابتدوا يتكلموا مع بعض، ما سألتش عليا في اول المحادثة. زعلت؟ شوفي لا انا بزعل يعني انا بجد دي الحساسية بقى يعني. شوفي بصي نوع من يعني طب مش تسألي على ماما الصبح مثلا؟ هي مش متخيله ان انا معقوله ايه يا ماما ده يعني إيه؟ مش عايزه نقول احد يقول الكلمه اللي بيقولوها يعني انت مركزه لا في إيه؟ لا وليا برضو يعني جارتي العزيزه يعني ما شاء الله يعني برضو تقولي انا بقيت حساسه قوي من كلام ولادي. في حاجات كده بتخليني إيه؟ ما كنت عادي كلام عادي بس دلوقتي بقيت الاقيني على طول دمعت. تلاقي الام بتدمع احيانا تقول لها حاجه يا ماما انا امي كانت تكلمني واقول لها يا امي انا بلغت من العمر ارزله، تقول لي وقفلتي الشبابيك قبل ما تنامي، حاجات كده بديهيه. فاقول يا امي انا عندي كذا، تقول لي ما تقعديش بقى تقولي لي السن بتاعكم. ولا انا اقول يعني فعلا طبعا الام ما بتتغيرش ابدا. ربنا يا رب يخليها. كل حد عنده ام لو تعرفوا بايديكوا واسنانكوا تبوسوها. الله يرحمها طبعا. ايديكوا واسنانكوا. ايوه طبعا الام طبعًا. ده تاج على رؤوسنا. هي البركه اللي موجوده طبعا حياتنا طبعا الحمد لله. صحاب ولاد حضرتك هل بتتدخلي في اختياراتهم لاصدقائهم؟ إيه هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مش بشكر في نفسي بس مثلا مثلا بنتي عايده الصغيره من وهي في المدرسه ليها مثلا خمس بنات اصحابها عيني عليهم الخمسه وبقدر ان انا مثلا دي يا دي بالظبط كده، وانا كنت اهل ثقه بالنسبه لهم يعني كان يعني ما دام رايحين مع طنط ناديه يبقى اوكي يعني هم مطمنين. يعني في رولز كده انت بتحطيها في الاول وتلاقي بقى الحمد لله الحمد لله يعني استوعبوا وكبروا عليها فده بيطمني. رؤية الأم دايما بتكون ثاقبة يا أستاذة سناء. جدا طبعا جدا. عارفة إيه كمان؟ طب هسألك سؤال، بنتك لما تحاولي تتدخلي في تربيتها لأحفادك ما تقولكيش مامي لو سمحتي ما تتدخليش؟ كتير مفيش. طبعا كتير لو جدا كتير جدا كأنك مش أنت اللي مربياها يعني واخدة بالك إزاي؟ لا تقولي دي حياتي على فكرة وطريقتي مختلفة. أيوه مهما كنت أنت الأم الحنون الجميلة اللي خلقتي هذا يعني شر ربنا الخير. انما يعني عارفه ازاي هو الجيل الجديد على اي الحالات ربنا وفقه في الحياه يا رب ويديله القدره على المتابعه وعلى ان هو على فكره بيعيش برضو حياه اصعب مننا بالنسبه لينا الجيل القديم اللي عشنا وقت الخير. الدنيا فيها خير والدنيا فيها خير من كل ناحيه مش بس الاكل والاصدقاء والعلاقات الحميمه و و و الى اخره. هم دلوقتي بيعيشوا حياه على المجتمع الصناعي الاكثر سريعه وتيرتها سريعه جدا وان هم كنترول على اولادهم طبعا اكثر كتير. هاي التكنولوجي يعني رهيبه دي يعني بجد ربنا يوفقهم في حياتهم ويسعدهم يا رب ويبختهم ان شاء الله بختهم هيبقى في الاصدقاء كمان ان شاء الله حاجه بما فيهم الاصدقاء. شكرا للدكتوره ناديه اللي منورانا ربنا يخليك ومش عايزين نقول بقى بعد الستين الحلوه الاموره الصغنطوطه اللي جنبنا كده دكتوره انا اسفه بس انا اسفه دكتوره ناديه جداره نورتينا ناديه جداره شكرا للدكتوره ناديه جداره وكانت مشرفانا النهارده وربنا يديكي طولة العمر الله يخليك ويفضل رزقه ربنا ليكي بالاصدقاء الحلوين او المعارف الكويسين دول اللي يخلوا احلى ايام في حياتك هي الايام اللي بتعيشيها دلوقتي. شكرا ليكي دكتوره ناديه جداره.